بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثالث متوسط مدارس الجمع، افتح كتابك صفحة 133، هنحل تقويم ونحل تقويم الوحدة، نحل تقويم درس والوحدة، نحلهم الاثنين مع بعض. نبدأ مع بعض الأسئلة صفحة 133. يلا يا شباب، السؤال الأول صفحة 133 بيقول: يعدد الطلبة أسباب البطالة الاقتصادية، يعني إيه الحاجات اللي خلت في بطالة، يعني في ناس كتيرة لا تعمل، أو الناس اللي هي لا تعمل بيزيد عددها. رقم واحد: ضعف الاستثمارات، يعني الاستثمارات يعني مشاريع جديدة، المشاريع دي بتفتح فرص عمل، إذا ما فيش مشاريع جديدة ما فيش فرص. رقم اثنين: الركود الاقتصادي، يعني إيه الركود الاقتصادي؟ في معروض كتير وفي طلب قليل، زائد الأجور مرتفعة، يبقى الركود الاقتصادي بسبب كثرة العرض وقلة الطلب وارتفاع الأجور. يبقى أسباب البطالة سببين أساسيين: ضعف الاستثمارات، ده قلل فرص العمل لأن ما فيش مشاريع جديدة بتنشأ، فبالتالي ما هتيجي فرص عمل منين؟ نفس المشاريع هي بنفس الأفراد اللي بتاخدهم، ما في جديد. اتنين: الركود الاقتصادي اللي هو كثرة المعروض وقلة الطلب. السؤال التاني بيتكلم على صح وخطأ: تتحقق البطالة في الأفراد الذين لا يرغبون في العمل، ناس ما عندهاش رغبة تشتغل، دي معناها بطالة؟ لا، خطأ. عرفنا البطالة قبل كده ان هو واحد لديه المهارة أو القدرة ولا يجد فرصة. طيب السؤال رقم اتنين: تتحقق البطالة في الأفراد الذين يبحثون عن عمل ولم يجدوه برغم كونهم مؤهلين؟ صح، دي رد على العبارة اللي قبلها. جيم: البطالة الهيكلية تكون لمن تتوافر لديهم المهارات ولا يجدون عمل. صح. التضخم غير مضر بالاقتصاد، طبعا ازاي؟ غلط، غلط كبير جدا، اكبر مشاكل الاقتصاد التضخم. تنتشر المخدرات والجرائم في المجتمعات التي تكثر فيها البطالة، طبعا اذا ما في عمل إذن الناس تتجه إلى المخدرات وإلى الجرائم على أساس إن في فراغ وما في عمل. هنا بيقول: ما رأيك الحلول والاقتراحات التي يمكن أن تقلل من البطالة؟ طبعا الكلام ده تناولناه في الدرس، لكن هي الفكرة كلها بتقوم على رقم واحد: فتح الاستثمار للمحلي والأجنبي، يعني الشركات الأجنبية وال مواطنين يعملوا مشروعات، فده يوجد فرص عمل. اثنين: زي ما قال لك، تقليل الأيدي العاملة الوافدة اللي لها بديل وطني. بعد كده إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. رقم أربعة: إزاي نعالج التضخم؟ في يعني سلع ما تعتبرش أساسية، يعني ما قارنهاش برغيف الخبز. السلع ديت لما نفرض عليها ضريبة مش مشكلة، لأنها يعني مثلا زي ما هنا ذكر المياه الغازية، ما هي زي لو أنت ما شربتهاش ما هيحصل ضرر، لكن لو ما في خبز في مشكلة. ننقل بقى على تقويم الوحدة التامة. السؤال الأول: هل يمكن أن أكون منتجاً دون أن يكون عملي ذا جودة؟ ولماذا؟ يعني أنا ممكن أكون منتج وإنتاجي كويس وأعتبر إنتاجي إنتاج جيد، إذا كان عملي ما هوش جودة، ما يعني غير جيد، ما مش على مستوى جودة عالي. يعني مثلاً لو ان انا بنتج تلفزيون مثلا، التلفزيون ده اقل جوده من اللي انا بستورده، هل ده يعتبر انتاج يعني تعده انتاج كويس؟ لا طبعا.
لأن الجودة شرط أساسي للإنتاج. يعني إذا ما كانش الشيء اللي أنت بتنتجه جودته عالية محدش هياخده، الناس هتتركه وتدور على السلع اللي جودتها عالية. أنا ليه أروح أدفع فلوسي في سلع جودتها ضعيفة أو قليلة؟ أنا أروح أدفع فلوسي في سلع جودتها عالية. أما السلع اللي جودتها ضعيفة أنا ما أفكر فيها. السؤال رقم 2، إيه الشروط اللي ينبغي أن تتوفر فينا حتى نلتحق بمهنة مناسبة؟ أنا وأنت عايزين نشتغل في مهنة تناسبني، أنت بتدور على مهنة تناسبك، إيه الشروط اللي لازم تحققها قبل ما تروح تدور على المهنة؟ 1، لازم يكون أنت متخصص في شيء. يعني مش أنت مع غير متخصص في شيء وتبحث عن مهنة، طب مهنة إيه؟ 2، المستوى العلمي للفرد. يعني المستوى العلمي للفرد لابد يكون على درجة عالية، ما يبقاش أقل من زملائه. يبقى رقم 2، المستوى العلمي للفرد. النقطة اللي بعد كده إن هو يكون المهنة اللي هو هيشتغل فيها بيهواها، بيحبها، بيرغبها. النقطة اللي بعد كده إن يكون سوق العمل طالبها. يعني أنت ممكن تكون مهندس مثلا في تخصص معين والمصالح غير محتاجة إلى هذا التخصص، خلاص حد ما يعني إذا هي غير محتاجة وأنت متخصص خلاص يعني ما حدش هياخدك. يبقى إذا أنا عشان ألتحق بمهنة مناسبة، 1، إن يكون عندي تخصص ومستوى علمي، يعني أنا أكون متخصص في مهنة أو في مهارة معينة، المهنة أو العمل ده أنا أكون بحبه، قدراتي مناسبة للمهنة ديت عشان أقدر أنتج فيه وأعمل مستوى كويس، بعد كده سوق العمل محتاج. طيب لما إحنا هننتج إنتاج كتير وكويس، إيه فايدة الإنتاج؟ السؤال رقم 3 بيقول أبرز فوائد الإنتاج. يبقى إحنا اتكلمنا على الجودة شرط أساسي لأي منتج. 2، اتكلمنا على الشروط اللي ينبغي توافرها في أي أحد يرغب أن يلتحق بمهنة تناسب. فوائد الإنتاج، 1، يعني إحنا لما بننتج، مصانع تشتغل، شركات تشتغل، بتعمل إيه؟ بتلبي احتياجات الناس. لأن إذا احتاجت الناس مش موجودة هتضطر تستوردها من الخارج، لكن لما أنت توفرها خلاص بقى أصبح شيء طيب. 2، الإنتاج، ودام في إنتاج يبقى في عمل، يبقى في فرص عمل، يبقى البطالة بتقل. رقم 3، الاقتصاد حق الوطن بالنسبة لاقتصاديات الدول التانية يرتفع مستواه ويصير في مستوى أعلى من الاقتصاديات الأخرى. يبقى تاني، أبرز فوائد الإنتاج. رقم 1، تلبية احتياجات الإنسان، نوفر احتياجات الناس بدل ما نستوردها. 2، توفير فرص عمل لأفراد المجتمع، نوفر مهن وفرص عمل للناس اللي بتبحث عن عمل. رقم 3، مستوى الاقتصاد بين الدول بيصير مستوى طيب أو جيد. كمان بيبقى فيه دعم للابتكار والإبداع. طيب السؤال رقم 4، اقرأ كده. اقرأ أنا. يستنتج الطلبة أهمية توافر الموارد الطبيعية لنمو الاقتصاد والازدهار. الموارد الطبيعية اللي هي المواد الخام اللي انت تقدر تعمل منها صناعة. اذا ما فيش موارد طبيعية هتضطر تستورد علشان تعمل صناعة. الموارد الطبيعية عامل اساسي بيعتمد عليها اقتصاد اي دولة. يعني الموارد الطبيعية، لو انت عندك ذهب، عندك بترول، عندك حديد، عندك منجنيز، هذه الثروات، هذه المعادن، اما انك انت تقيم بها صناعة فبالتالي تنشئ صناعات وتوفر فرص عمل ويحصل حالة من حالات الازدهار في الاقتصاد، أو إنك أنت
تبتدي تستثمرها بانك انت تبيعها تصنعها وتصدرها. يبقى اذا الموارد عامل اساسي ومهم ليقوم عليه نمو الاقتصاد في اي دوله. ولذلك الموارد الطبيعيه يا شباب ثروه مهمه جدا جدا جدا، لا بد ان احنا نستثمرها. ليه؟ لاجل رفع قيمه او مكانه الاقتصاد الوطني. السؤال رقم 5، ايه الاثار، اثار البطاله على الاقتصاد مش على الافراد بقى. على الافراد ممكن تنتشر الجريمه، ينتشر شرب المخدرات، لكن على الاقتصاد ما دام في بطاله يبقى في ضعف انتاج، يبقى ما فيش استهلاك لان الناس ما معهاش فلوس، يبقى في موارد، ناس عندها طاقات وعندها مهارات، الطاقات والمهارات دي ضايعه رايحه. يبقى اثار البطاله على الاقتصاد ضعف الانتاج، الاستهلاك بيبقى ضعيف او قليل، الموارد البشريه اللي هي الافراد اللي انت بتنميهم وتربيهم وتعلمهم بتروح طاقتهم تضيع، ما بيبقى لها اثر. السؤال اللي بعده رقم 6، اقرأ السؤال رقم 6، ما الفرق بين البطالة الهيكلية والاختيارية؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ فكر انت كده. الهيكلية واحد عنده مهارة ومفيش فرصة، التاني بقى عنده فرصة هو لا يرغب على العمل، هو باختيار عاوز يقعد مش عاوز يشتغل. يبقى البطالة الهيكلية من لديهم مهارات لكن مفيش فرصة عمل، لكن البطالة الاختيارية اللي يقدر على العمل ولا يرغب فيه، مش عاوز يشتغل ولا تتوفر فرص العمل. سؤال رقم 7، يذكر الطلبة 4 أساليب اتخذتها حكومة وطن لحل مشكلة البطالة. فتح مجال الاستثمار، إنشاء وكالة أو هيئة مشغولة بتوظيف المواطنين، إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية، تقليص الأيدي العاملة الوافدة. يبقى تاني، 4 أساليب اتخذتها حكومة المملكة لحل مشكلة البطالة. 1، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 2، إنشاء وكالة لتوظيف المواطنين. 3، إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية. 4، تقليص الأيدي العاملة الوافدة. آخر سؤال يا شباب، علامة صح وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. حط علامة صح وعلامة خطأ أمام العبارة، صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة.
السؤال الأول، واحد: عندما يكون الإنسان منجزاً، الإنسان لما بينجز في عمله سواء كان في مذاكرته أو في مصنعه أو في متجره أو في أي مكان، الإنسان لما بينجز بيشعر بإيه؟ بالرضا، بيبقى حاسس إنه مبسوط كده ومرتاح. العبارة صحيحة ولا خطأ؟ صح طبعا. يعني ينفع واحد ينجز ويبقى يشعر ان هو يعني. اتنين: الثقة بالنفس من عوامل الإنجاز الذاتي. يعني الإنسان لما يكون عنده ثقة في نفسه ومطمئن لقدراته ومهاراته، إنجازه في العمل بيزيد. يبقى الثقة في النفس بتعمل إيه؟ بتزود الإنجاز. ثلاثة: هل شرط التخطيط عشان تنجز ولا مش شرط التخطيط عشان تنجز؟ يعني التخطيط أساسي ومطلوب ولا التخطيط غير أساسي ومطلوب عشان تحقق إنجاز؟ يعني أنت لو ما خططت تقدر تنجز؟ طبعا ما تقدرش تنجز. تنجز إيه؟ تنجز أي حاجة، لأنك أنت لم تخطط، وأصلا واضح الهدف قدامك. يبقى من خطوات الإنجاز الذاتي التخطيط للأعمال. لازم تحط خطة وتحدد فيها الوقت وتحدد الهدف اللي أنت عايز تحققه وتشوف أنت عايز إيه، وتبتدي تحط إجراءاتك وتحسب الوقت وتحسب التكلفة. وده التخطيط. يبقى ثلاث الأسئلة الأولانية ألف بيقول لك أنت لما تكون لما تنجز بتحس بتحس تشعر انك انت مبسوط ومرتاح. طبعا عبارة صحيحة. التانية: لما يكون عندك ثقة في نفسك ده يساعد في الانجاز. طبعا مش ما يحتاج. رقم ثلاثة: من خطوات الانجاز الذاتي التخطيط. يعني انت عشان تنجز لابد انك انت تخطط. طبعا. دال: من صفات الفرد المنجز ان يقوم باعماله على حسب الفراغ. يعني لما يكون عنده وقت فاضي ينجز، ما عندوش وقت فاضي ما ينجز. هل العبارة دي ممكن تبقى عبارة صحيحة؟ فكر كده. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. لا يمكن. الفرد المنجز تقدر تقول عليه منجز وهو بيشتغل وقت ما يكون فاضي، بس مش مخطط، مش حاسب حساب الوقت حساب جيد. طيب رقم ها: حث الإسلام على العمل والإنجاز. طبعا. وقول اعملوا. قل هل ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل العمل والحركة قل سيروا في الأرض. يبقى الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الأيام راح له أحد الصحابة دي، يعني تشعر كأنها يعني من آثار العمل، يعني عليها آثار أو غبار أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم مسك هذه اليد وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله. يبقى الإسلام بيقدر العمل ولا لا؟ طبعا. اللي بعدها: التطور التقني لم يقلل من الاعتماد على الأيدي العاملة. طبعا ده قلل، لأنك أنت الحاجة اللي كنت بتستخدم فيها خمس أفراد بقيت تجيب معدة تقوم بالموضوع، فبالتالي حاجتك للأفراد بتقل، بدل ما تستخدم خمسة تستخدم واحد. للأمن والاستقرار أثر في نمو الاقتصاد الوطني. طبعا. الاستقرار والأمن في أي دولة وفي أي مكان يسهم في تنميتها في جميع المجالات، لأن إذا ما فيش أمن ولا في استقرار لا يمكن تنمية ولا يمكن تطوير أبدا. السؤال اللي بعده رقم جيم: من أسباب البطالة ضعف التدريب والتأهيل. صح. ناس ما عندهاش مهارات، ما عندهاش خبرات، ما عندهاش قدرات،
هتحتاج تأهيل، زي ما تأهلتش خلاص ملهاش عمل. بعد كده من آثار البطالة الاجتماعية قلة الجرائم، غلط. آخر واحدة التضخم من المشكلات الاقتصادية الناتجة عن حركة العرض فقط، لا العرض والطلب، العرض والطلب، العرض كتير والطلب قليل، مش العرض بس. يبقى إذن الأسئلة اللي هي صح وخطأ، وده آخر سؤال، عندما يكون الإنسان منجز، صح، الثقة بالنفس عامل الإنجاز، صح، خطوات الإنجاز التخطيط للأعمال، صح، الفرد المنجز بيشتغل على حسب فراغه، غلط، الإسلام بيحث على العمل والإنجاز، صح، التطور التقني قلل من الاعتماد على الأيدي العاملة، طبعا ده صحيح، خطأ طبعا، الأمن والاستقرار، صح، من أسباب البطالة ضعف التدريب والتأهيل، صح، آخر عبارتين خطأ. شكرا يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.